المطلوب منا الآن أن نقوم بطرح كل هذا، وتبدو المعادلة وكأنها مخيفة بعض الشيء، ولكن إذا أمعنا النظر بها سنجد أنها معادلة عادية تستوجب الطرح والتبسيط. لدينا 4 ضرب الجذر الرابع ل81 إكس القوة 5 ناقص 2 ضرب الجذر الرابع ل81 إكس القوة 5، وستقول انظر لدينا جذران رابعان لنفس المقدار، لدي 4 من هذا المقدار وأريد طرح منهم 2 من هذا المقدار، إذا كان لدي 4 عناصر وأردت أن أطرح منهم 2 فسأحصل على عنصران من نفس المقدار، إذن تبسيط هذا هو 2 ضرب الجذر الرابع ل81 إكس القوة 5، وحصلت على هذه الاثنان عندما قمت بطرح 2 من 4، ولا يزال لدينا الجذر التربيعي لإكس للقوة 3. الآن أريد أن أبسط ما هو داخل رمز الجذر، وفي هذا المثال سأخذ من هنا الجذر الرابع ومن هنا سأخذ الجذر التربيعي. لنرى أولا إذا كانت 81 عبارة عن عدد ما مرفوع للقوة 4، إذن سنحلل 81 إلى عواملها الأولية. 81 يساوي 3 ضرب 27، 27 عبارة عن 3 ضرب 9، 9 عبارة عن 3 ضرب 3، إذن 81 عبارة عن 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3، أي تساوي 3 القوى 4، وهذا مقنع لأننا نأخذ الجذر التربيعي للعدد. الآن إكس القوة 5 يمكن أن نكتبها كناتج لي، أو يمكن أن نعيد كتابة العبارة كلها، 3 القوى 4 ضرب إكس للقوة 4 ضرب إكس، حيث أن إكس للقوة 5 يساوي إكس للقوة 4 ضرب إكس، ونريد أخذ الجذر الرابع لكل هذا المقدار، وأخذ الجذر الرابع لهذا يساوي أخذ الجذر الرابع لهذا، لا أريد أن أتخطى شيء، وبالطبع لدينا 2 في الأمام هنا، إذن لدينا 2 في الأمام هنا، ويمكن أن نكتب إكس القوة 3 على شكل إكس تربيع ضرب إكس، إذن الجذر التربيعي لإكس تربيع ضرب إكس، وكما نرى فإن هذا عبارة عن مربع كامل. الآن كيف يمكن تبسيط هذا قليلا؟ وأعتقد أنك اعتدت استخدام النمط، هذا يعادل الجذر الرابع ل3 القوة 4 ضرب إكس القوة 4 ضرب إكس، إذن ما هو الجذر الرابع؟ دعوني أكتب كل قيمة على حدة، هذا يساوي الجذر الرابع ل الجذر الرابع ل3 القوى 4 ضرب الجذر الرابع لإكس القوة 4 ضرب الجذر الرابع لإكس، وكل هذا مضروب ب2، وهذا كله ناقص الجذر التربيعي لإكس تربيع ضرب الجذر التربيعي لإكس. لنحاول تبسيطها، الجذر الرابع ل3 القوى 4 يساوي 3، الجذر الرابع لإكس القوة 4 هو إكس، وعلينا أن نكون حذرين لأن هذا ليس مجرد إكس، لأنه فيما إذا كانت إكس سالبة والجذر الرابع قيمته موجبة، بالتالي نحصل على الجذر الموجب لإكس، إذن لذلك يجب أن نضع القيمة المطلقة إكس، إذن نحصل هنا على القيمة المطلقة إكس. ثم ربما يجب أن نعمم أن قيمة X يجب أن تكون موجبة وتنتمي للأعداد الحقيقية، لأنها ستكون موجبة بعد أخذ الجذر الرابع. دعونا نكمل الآن، ثم لدينا الجذر الرابع لX وناقص الجذر التربيعي لX تربيع بحسب المبدأ نفسه يساوي القيمة المطلقة لX، وهذا سيبقى الجذر التربيعي لX. لدينا 2 ضرب 3 ضرب القيمة المطلقة لإكس، إذن 2 ضرب 3 6 ضرب القيمة المطلقة لإكس ضرب الجذر الرابع لإكس ناقص
القيمة المطلقة لـ x ضرب الجذر التربيعي لـ x، ولا يمكننا القيام بالمزيد من الطرح لأن علينا أن ندرك أن هذا الجذر الرابع وهذا جذر تربيعي. أما إذا كان نفس الجذر فربما يمكننا أن نبسط العبارة أكثر. إذن لقد انتهينا الآن وقد قمنا بتبسيطها، وإذا افترضنا أن هذا يعرف الأعداد الحقيقية بالتالي المجال هنا سيكون موجب، وإذا كانت تحتاج لتكون موجبة ولن نتعامل مع أعداد وهمية، كل هذه يجب أن تكون موجبة. المجال أو أن تفترض أن القيمة المطلقة لـ x هي نفسها x، لكنني سأتركها بهذه الصورة، وإذا أردت حصر المجال ستحصل عليه بصورة قيمة مطلقة.